هادي هنايا كما كتشوفوا الاثار ديال هادو الصباع رجلين حمزه هادو ها انت ها القدم ها المشطه ها انت كيتمشاو كيزق محروق البومبا اللي نطفيو بها النار اللي فيها ديك البودره هذيك ما كايناش فين مشات الله اعلم ما عرفناش واخا هي نورمالمون ما خصناش نقولوا ما عرفناش الاداره خصها تحطها تما علاش ما حطتهاش هادو هما التساؤلات علاش ما خرجوش الناموسيات اللي كانوا تما علاش ما خرجوهمش من قبل كان هنايا ازيد من 35 عامل كيجري بالالم بشده الالم والحرق جا كيتمشى منا داير بين عينيه السقايه السقايه باش يوصل لها باش يطفي داك الشيء اللي كان في وجهه كان الالم والنار والحريقه ها انت شوف هو كيتمشى هاد الدم ديالو ها هو دمه كنتمناولو يعني يسلك يسلك خونا يسلك يسلك من هاد الشيء كله ها هو كيتمشى كيتمشى هنايا دار عند السقايه هاد الجهه هاد الجهه هنا في دير واحد السقايه هنا غسل هنا منين غسل حل هادي غسل ضرب في وجهه نورمالمون في النار كي تكون شادك ما ديرش في الماء ها هو رجع رجع يخرج منا عاوتاني كيما العاد خرج ولا من هاد الجهه هادي. ها هو هادي الالي وهادي الروتور ها هي الروتور ها القدام ها هي المشطة تاع الرجل ها هو كيجري 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 عليها وكيدور من قدام الباب نتاع الريستو الباب الزاوج نتاع الريستو ها هو المطعم زوج ها هو الباب من تما كيدور منين دار هنايا عاوتاني وقف هنايا ورجع عاوتاني رجع بقى هنا بقى يدور زاد شوية قال لي واحد الطالبة صور يعني واش راه هو قريب نعرف واش راه الحالة ديالي كي راه داير هي صوراتو سخفت جات صاحبتها صوراتو عاوتاني ميشا انا كان جاي يجري من الباب من الجناح السكني لو اللي ما فيه لا اكستانتور ما فيه لا اسعافات اوليه لا حتى العساس ما كانش تما هو ما شدت فيه لا نار لا والو الطلبه تماك 14 واحد جات فيه الدقه كان اللي تهرس من الظهر كاين واحد الطالبه تهرس سميتو جرح من اليد واحد الجرحه كراف راهم خيطوه علاش خيطوه حيت كان كيضرب الزاج باش يخرج الطلب وكان معاه حمزه وحسام اللي كانوا كينقذوا الطلب وجاو معاه هالطريق هذا وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.